ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. طبعا كلكم وحشتوني جدا جدا. دلوقتي يا جماعه احنا محظوظين عند محمود خطيبي على الغدا، وانا عامله له مفاجاه. بس هي انا معرفه ان هو مقلب فيه، فانا معرفه ان انا عامله له مفاجاه وجايبه له مقلب. المقلب انا قايله له ان انا حاطه لك في البوكس، تمام؟ ولازم انتوا تتابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا البوكس جواه ايه. والمفاجاه انا قايله له اهي، بس مش قايله له ايه بالظبط. هو انا جايبه له حاجتين، تمام؟ فهو هيفتح الاول الشنطه ديت وهتعرفوا فيها ايه. والشنطه ديت فيها هي فيها برتوين معمول لي، معمول صورتنا انا ومحمود، حلوه قوي 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 يا جماعه. انا كنت فعلا بدور على حد يرسمنا كده، والبنوته اللي رسمها رسمها بالملي. فانا برضو هنزل لكم اللينك بتاعها تحت، كله يخش بقى، يخش على القناه بتاعتها يعمل لها اشتراك في القناه، وما تنسوش تعملوا لها شير كتير. وهنزل لكم الانستجرام بتاعها. طبعا بقى تابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا جوه ايه في البوكس، وشوفوا محمود انا مخوفاه اصلا بقالي قد ايه، بخوفه ان في مقلب هيتعمل فيه النهارده. يلا باي. طبعا يا جماعه دلوقتي محمود هيفتح الهديه اهو. هفتح الهديه. دي افتحها عادي في الاول. لا افتح. ماشي. طالعين انت بقى بزوق. طيب اي حاجه بس سهله جدا يعني. ايه ده؟ تحمل ورا اسبوع ده ولا ايه؟ يا عم صالح، عم صالح ما تتكلمش عم صالح. هشد؟ طب انا مش هنتفرج الناس معاك. انا هشدها. ارجع محمود. انا خايف من كل حاجه اللي انت بتعملها معايا. دي باينه ايه اصلا يعني؟ مش اه معروف. يا سلام يا سلام. لا لا تصوري كده ازاي؟ ما هي مربوطه ربطه غريبه. قولي لي لا والله سيدي فوق على طول مش عايزين نبوظ. لا 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 بوم. واو. بصوا الجمال. مرسومين. مرسومين. جميلة. فنانة تشكيلية رسمتها ايه؟ أسود طرحة؟ هاتيله شرطة. جميلة والله. كده دي خليها في بيتنا. طبعا شايفكم ان شاء الله. بس خلي بالك لا تطير في الشارع عشان باك مفتوح. الله خير. الله خير. طيب ايه ده؟ انت مستعجل على خيرك قوي. تغبي؟ مستعجل على خيره عشان يكبر. خلي العله بقى جنب كده. ما تخربيش لك عيال. محمود انت شايف ولا لا؟ المصحف ما شايف وما تجمديش كفايه. انت شايف ولا لا؟ احنا رب العزه مش شايف. حطيت على الفاضي ولا لا؟ لو انت شايف والله ما شايف. خلي حطيت على مش شايف. العلبه فاضيه. طب يلا خلاص يا عم انت تعيش بيها. العلبه دي فيها ايه؟ فين؟ فين يا ماما؟ انا جايه كده ولا كده؟ انت جاي ده مش خايف؟ طب حاجه انا بكره هديه. ايش ايه ده؟ كمل بس حاجه مدلدله كده. ايه ده؟ رقبه الفار. يلا فار ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ خليه وبعدين هوريك الاخر. سيب هسيب خلاص؟ اه كمل. ايه ده؟ ايه ده؟ في اسوار فين؟ ايوه دي؟ سلامتك. اي حاجه ثانيه غير دلوقتي عشان تجيب الاخر. الصوت ده جاي منين؟ هطلع ايه؟ هطلع ايه بايدك؟ انا خايفه. اللي طلعوا سيبه، ما تقدرش تقول لنا وفي الاخر شوف. مش عارف بس شغاله. كمل بس الراحه مره. طب احط ايدي الاثنين واطلع. ماشي. ايدي الاثنين ايه؟ لا انا مش مصدق. انا ابتديت اتضايق منك. اقسم بالله.
خلاص يا بابا ده هو ده كان عارف النت يا بابا عملت كام لو حصل ضحك البابا عايز اقول كلها كراتين او لا صوت لا انت بتشوف انت بتشوف يمكن افهم حاجه انا مش شايف يلا قلتيلها هموتك يلا لسه بدري لسه بدري يلا اللي يعجبك شد كمل ندى اللي ما تمشي تنضف الشقه دي صح كده هو اللي بيطلع عمره كمل شد اشد ايه يلا يا عمر والله لسه ما خافش ما خافش دلوقتي خالص انت بتقربيني ايه؟ خلي 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 هتغاب عليك على فكره معلش قلت لك يلا عشان ما تزقيش ايدي انا ما زقيش ايدي يا عم والنبي يا عم سواء ايه ده؟ لا 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 ايه ده؟ والله طب خليكي جنبي التاني جنبي التاني سالي بس الحاجة التانية او اللعبة التانية عايز ايه؟ عايز ايه؟ امسك عادي بس امسك ايه؟ يعني امسك العلبة والله طلعت لك علبة مفيش حاجة امسكها يا ولدان اعرف ايه هي؟ توت دي الصدمة اللي جاية بقى صح؟ لسه بتاع غويط يا صندوق الدول انا مليان لسه حاجات يا جدعان في حاجه كانت مبططه كده هي البطاطه هي دي هي يا عم مبروك والنبي يا عم مبروك ايه بصراحه بص كمان ساعه ايه ده طلع في حاجه واقعه لا مسيب اللي واقع وقع اتحرك جوه في وحياه ربنا يا عم مبروك انت مش سامع يا عم كده مو بطاطا طويل قوي شغلها خلاص انت ما تخليش الحاجات دي ايه ده طلع يا محمود ايه اطلع مين يا عم يا عم طلع العيال ديت كلها انا بدل وانت اهو ما ينفعش انا خايف اطلع عليك بس هي عامله في بس هي قايله حاجه حقيقيه بس يا عم ثواني يا عم وحياه ربنا ما خاف من اي حاجه انا ايه ده امسكي وحط امي اسمعوا بقى ايه ده ايه ده انا انا بس مش ما تقوليش انت بتضربيني حاجه صح وريني ايه دي محمود هتمشي الغدا محمود ما فيش غدا دلوقتي انا ما اعرف ايه خلاص بس يا بنتي بس كده الموضوع انتهى يلا انا عرقت على فكره كمل بس عايز هاتي ايدي خد ايدي خدي جنب خدي جنب يا محمود مفيش حاجه يلا اخلص حاجه وحده ايه على الله مفيش حاجه مش هعمل فيك مقلب اقسم بالله ما هعمل فيك مقلب مش مقلب يعني بس يا بنت كمل اهو ده يا ايه ده حلفت بالله مش عامله بقى ايه مش مقلب يا محمود حلفت بالله مش عامله بقى ايه خلاص كمل مش مقلب والله لا حلفت بالله خلاص نتعامل يا بنتي والله في حاجه طريه تحت هنا بتاع الكور الكور الصغيره دي ما هي دي طريه الكور انا بحلف لك وغلاوتك عندي معامله فيك مقلب غلاوتي اه انت بتقولي غلاوتي اه والله العظيم انا هحط ايدي بعشا يعني حاجه طريه تبقى كور صح يلا يا محمود مفيش يعني شايله حاطط ثلاجه بدل انا يا بنتي والمصحف في حاجه يا ابني ده البتاع الكور ديت هي اللي بتعمل كده لا ايه يا بابا خليك عندك خلاص طب هوديك ايدك والله على حاجه هتودي ايد اه والله
معايا وحياة ربنا عشان مش هسيبك. لا بعد كده ادري يا حبي كده هنا. اه هنا. اه هاتي ايدك معايا والله. اطلع اطلع ايه ده بقى؟ ده دهب. ده دهب. يلا بس دهب. اهي في الاخر هتعرف. الاخر هتعرف طلع. شد شد. والله العظيم ما في مقالب. والله ما في اي مقلب يا ابني. يا بنت والله في. ايه ده؟ ده دهب. ايه ده؟ دهب. ايه ده؟ طلع. مفيش مقالب انت طلع. انت مريض ليه ده؟ يا بنت والمصحف ده ده طري. طيب انا عارفه ان طري. ايه يا جدع؟ دهب. هاتي وشي. طب قولوا لي كده يا جدعان خير. ما انا مش شايف اصلا. بقول لي زمان والمصحف خلاص. كرتونه هيوقعها يا ندى. حرام عليكي البتاع ده. طب انا اشيله ازاي ده كبير؟ اجمع بالك الاثنين. لا 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 مفيش حاجه اهو. ده انت ما انت تطلع بقى خلاص يا اول. خلاص اشيل بقى كده. خلاص هو ده الموبايل. هو ده بقى العفش اللي بقى. كمل دي كل شيء ده كلها بقى ايه يا ماني ايه ده بترش ايه دي كانت عامله لي فيلم هندي. بص شوف ماشي. بص يا جماعه مكتوب عليها اسمها ومن ورا اسمه والتاريخ 5/1. بص 5/1 ده انا شرحت لهم ليه؟ ليه اليوم اللي عرفنا بعض فيه. اليوم اللي انا عرفتها فيه. واقول لكم على فكره الايام اللي جايه احنا ازاي عرفنا بعض وكان فين فربنا يخليها ليا يا رب. ادي كده 1. ايه ده بقى؟ ماشي ده فين؟ ده فين؟ ده فين؟ ده عايزه ايه صحيح؟ شكرا يا جنة بقى كفيل مولي عليك. بابا اللي جيت عزيزي. كل حاجة باسم. ماشي ماشي. انت مش ستين وريني. انا مش حاجة سبريه. سبريه كلم كده. لا كلم كده. مش عارف ايه عشان طول اللي عمكم دي بقى ان شاء الله. كده اي حاجة. ولا ايه مصحف. ها مصحف. دي بقى. اجمل حاجة. دي بتاعك. عشان فيه بيتنا. مين اللي السلسلة الفضة بتاعته اتقطعت؟ السلسلة الفضة قولي لهم بقى اتقطعت ليه؟ قولي لهم ماشي يا حضرتك حتة بيضة عشان انا ما عنديش تيشيرتات بيضة فهي بس انت عينيه والزلكاوي ما عنديش تيشيرتات بيضة فهي عارفة ده البنت كسيانة اه اما هي ما شكلها مش صغير يعني لا يا عم لا يا جماعه انت بتجيب كليكس دي بقى بتقول لي ايه روق على حالك بمعنى اصلا القلب ده على عيني كبير ما تهزريش انت جبتي ايه ده انت ايه ده ما اعرفوش بس جبتي استحلفني والله يا جد والله يا بنتي انت مكلفه يا نهار اسود على الجمال هاخد دي كمان دي بقى حاجه برضه انت بتحبها قصدك لما انت مش محتاجه هتعرف ايه ده شم الحته بقى مين اللي يحط التركيبه دي لا افتح وشم الحته لا لا مش هشم انا مش هفتح اي حاجه قدامكم هي كده انا مش عايزه في حاجه عجبك كده يعني اي ريحه تعجبك انا ليا في الحاجات دي اه ما ليا قاعد معاك الشقه احنا بينا نشف انا ليا ها ليا ودهن كمان وريم ايه نص الحاجه دي يا ندى يا رب قاعد معاه ايه ده بتنفضني اصلا ولا ابراهيم ولا البنا ثواني بس انا هجيب لك والله لسه كده ايه بس لا احنا في كده دلوقتي ابراهيم ايه يا جلا ايه انا قاعد بالظبط نفسيه بس يا جلا كده حافظ ابراهيم اللي بيسال عليها يا ابراهيم لا هي دي هو ده اللي قلت انا سائل عليه يلا عشان
جاب لي بوكسرات. لا مش هيك يا حبيبي. مش هيك يا ده ما هياش كام ده. على فكرة انت تفاجئتيني بكل حاجة النهاردة. بلاك. دي الختام بقى. لا استني يا جدعان عشان انا عايز افتحه من هويا مقبوله. الفيديو بتاعك الفيديو بتاعك. خدي دي اهي دي لسه. وجابتني الشورت. الله يبارك. الله يبارك. دي بقى. وطبعا كده يا جماعه خلصنا الفيديو يا رب يكون الفيديو عجبكم. شفت ان هو كان مقبر اصلا في الاول وفضل خايف خايف والحاجه اصلا مش مرعبه خالص. دي عجبتك؟ انت مش قلت لي مالك؟ وقلت لي هموتك اليوم ده ورد فعلك كله كلام كله كلام بس مفيش بعدها. هتفضل معانا لحد ما نموت ان شاء الله يعني. ده اللي اسمها دي الصوره دي كمان احسن من كده. كانوا قاعدين عند التاج ده ايوه هي خدتها وعملت كده. انت جايب له كل حاجه برفانات وكل قدام اهلي الكاسه خلاص كده. يلا خلاص اتجوزوا بقى خلاص مش هتقدر تجهزك. ربنا يخليها ليا ويا رب ما نحرم منها ابدا. وهي دي اللي طلعت بيها في الدنيا اقسم انا بكرهه. فربنا يخليها ليا. استني استنى تهدي في الحاجات دي كلها. يا رب تكون عجبتكم وعجبته يا رب. وطبعا كده الفيديو خلص. واستنوا بقى مفاجأة كتير اللي انا هعملها لمحمود الايام الجايه. واستنوا الفيديوهات الجايه وانا هعمل انزل محمود القناه بتاعته هنزلها لكم في المنتدى ان شاء الله في الوصفه عندي.